السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نهضروا على الطابلو ديال الديجيتال اللي كنشوفوا دابا كيكون في 696 تيكون بالنسبة لهذا الماتر النوفو. بالنسبة لهذا الديجيتال هو ديال 96 كما كنشوفوا دابا الضوء اللي تيكون فيها هنايا في الطابلو ديالها تيكون بالزرق ولا بهذا الضوء ديالها راه طافي دابا. غادي نشوفوا حنا الإشكال اللي كاين فيه دابا. بالنسبة لهذا الديجيتال تيكون فيهم بزاف ديال المشاكل ماشي غير في الضوء، تيكون مرة يكون عندك الكلوة ديال ليسانس ما مزيانش، مرة كيعطيك مرة ما كيعطيش، تيكون فيهم واحد الاختلاف. بالنسبة للكونتور كما كنقولوا كيلومتراج ديال الطريق حتى هو كيعطيك واحد الاختلاف، ما كيعطيكش هذاك الشيء العبر ديالو كما كيخص يعطي. بالنسبة لهذا الطابلو هذا هو عنده واحد الإشكال، هو بالنسبة للكيلومتراج ديالو راه مزيان خدام هو هذاك، بالنسبة لليسانس راه مزيان، هو عنده الضوء اللي راه طافي ليه دابا. حنا اللي عنده بحال هذا المشكل وبغى يصاوبو عنده غير في الدار ولا شي حاجة، نوريكم المشكل اللي غادي يكون فيهم بالنسبة للضوء اللي تيكون في الطابلو. الضوء تيكون في هاد الليد هادو، تيكون فيهم واحد السمطة ديال الليد كما كنشوفو هاد الليدات هادو. بالنسبة لليد هما اللي كيكونوا دايرين على هاد الضوء، على هاد السمطة ديال الديجيتال كما كنشوفو هنا في الجنب. بالنسبة لهادو راه بجهة السخونية تحيدهم ليتان تيكون فيهم. دابا غادي نشعل، نشوفو نكوب واحد بواحد شوية، نزيدو شوية ديال ليتان كما كنشوفو دابا. حاول باش بيتقيسو لكش الخيوطة ديال هاد بليتان باش ميكونش عندك فيه الإشكال. كما كنشوفو راه كيشعل ويدخل. دابا المشكل ديال هاد الجهة راه مزيان كما كنشوفو، دابا راه عطانا الضوء ديالو هو هداك. هادشي لابد تصاوبو راه ماشي شي حاجة بزاف، تحتاج غير كاوية وليتان بلا ما تحلو عند شي حد ولا هذا، تصابو غير بوحدك في الدار. بالنسبة للطريقة اللي كنا على حسب الضوء هذا راه باينة. بالنسبة للكوا ديال كيما كنقولو الكوا ديال ليسانس تا هو راه كيكون عندو واحد الريجيلاتور ديالو، هي كتكون هنا في اللور هنايا كيكون عندها علاقة بهاد السيركوي هذا. بالنسبة لهاد السيركوي هذا راه فيهم عبارات. بالنسبة للحوايج الاخرين اللي كنهضرو عليهم دابا، بالنسبة للبرومي دوزيام تروازيام هما راه عندهم حتى هما البيس ديالهم، هما تيكون عندهم غير ليتا اللي كتكون عندو شوية اختلاف. ما كيكونش مسودي مزيان، اللي عنده شي مشكل يدير رد البال غير لهاد كيما كنقولوا هاد الطابلو هادي، يقلبو اللور بحال هكا ويقلب ليتال الا كنقلع ولا شي حاجه راه كيكون فيه مشكل. ولا كان شي مشكل ديال شي فيزيبل ولا شي حاجه مقطع ولا مطرطق ديال هاد الكورون، اذا عندك شي مشكل في الخيوطه باش رجع ليه الضغط ديال هذا. وتيكون واحد الخيط هنا كيما كنشوفو كيدوز فيه اللي هو هذا، كيدوز فيه بلوس ديما بلا واخا ما ديرش كونتاكت، كيكون ديز عند واحد بلوس اللي هو احمر. اغلبيه ديال كيكون واخا انت طافي الكونتاكت ولكن هو دايز ليه الضوء اصلا كما كنشوفوا الخيط الاحمر هذا، كاين اللي فيه وكاين اللي ما فيهش. بالنسبه لهذا المشكل اللي صاوبنا دابا حاليا هو هذا. بالنسبه للديجيتال الاخرين اللي غادي يكون فيهم اشكال بالنسبه للكود ليسانس، ولا غادي نشوفوا نحلوا شي موتور ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي غادي يكون فيه مشكل ديال الكود ليسانس ولا اي مشكل ديال الكوليمتراج ولا شي حاجه، وغادي نصلحوا ان شاء الله الرحمن الرحيم. وتفرجوا معنا الفيديوهات ديالنا ومرحبا بكم في القناه ديالنا.